اهلا بكم متابعي بوابة الفجر الإلكترونية في كل مكان. معاكم النهاردة وفيديو جديد من داخل محافظة الدقهلية. احنا معانا النهاردة بلال قاهر الظلام. بلال قدر يعني يتحدى الظروف بتاع ظروفه الخاصة ويرتب على آداب لغة عربية جامعة المنصورة وحصل على المركز الأول. أهلا بك يا بلال. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا وسهلا بحضرتك، وأشكر حضرتك على المقدمة الجميلة دي، ربنا يبارك لحضرتك يا رب. النهاردة احنا جايين نعرف الناس مين بلال اللي حصل على برغم الظروف الظروف اللي انت فيها قدرت تاخد ترتب على دفعة عددها اكتر من 800 طالب. هو أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا يعني هو أنا بلال حسام محمد محي الدين شحاتة، تمام، الحمد لله الأول على الدفعة. هو المسألة كلها إن الواحد بيعمل اللي عليه دون النظر لأي شيء بيدور حواليه. يعني أولا مش كل اللي داخل الكلية عاوز يطلع الأول، ثانيا هنفترض جدلا إن ده حاصل فعلا وليكن، فالموضوع مهوش من الفضاء، يعني أي في صعوبة طبعا، بس بنعمل اللي علينا، بعمل اللي عليا، بكتب محاضراتي، بشوف أزود من الكتب، بظبط الدنيا، وبخش الامتحان بكتب اللي ربنا بيوفقني بيه وخلاص، وزي ما تيجي. يعني لو كانت واجهت صعوبات كتير واجهت طبعا صعوبات كتير، زي ايه؟ أول حاجة الطباعة البرايل، طبعا البرايل دي في حد ذاتها يعني طبعا مشكلة، لأنها بتمر بكذا مرحلة وكلها مراحل للأسف ممكن تاخد وقت. يعني مثلا الموضوع عشان لازم يبقى فيه وورد عشان يطبع برايل، لو مفيش وورد بعمل ايه؟ بضطر اجيب الكتاب مبصر، اسحب سكانر احوله بي دي اف، اوديه يتحول وورد، لا انا بحول وورد عادي، اوديه بقى يتراجع لانه بيبقى فيه اخطاء من البي دي اف في الوورد، بيبقى فيها يعني ايه بعض الـ الـ مش بعض يعني كتير من الاخطاء يعني عشان الكتاب يطلع مظبوط برايل. حصلت على المركز الثاني جمهورية في الثانوية العامة، ليه اخترت آداب لغة عربية؟ اخترت آداب لغة عربية، أولا ده بتوفيق من ربنا، استخارة كنت أنا صليتها وقتها، وأنا كنت مقتنع تماما إن هي كلية القمة الأساسية اللي أنت تجتهد فيها، اللي أنت تجتهد فيها يعني دكتور في أي كلية من اللي في نظر الناس مش كلية قمة أحسن من طالب عادي في كلية قمة أكيد، وده أكيد أمر لا يعني لا يماري فيه أحد زي ما بيتقال يعني. فهو اخترت إن اللغة العربية علشان لقيت نفسي فيها، لقيت نفسي فيها، وقبل اي اسباب للامانه يعني ده اختيار من ربنا بالاستخاره اللي انا صليتها. ايه اكتر حلم دلوقتي نفسك تحققه؟ حلمي ان انا ربنا يكرمني واقدر اتعين في الكليه، واتمنى يكون في استجابه من المسؤولين الافاضل المحترمين اكيد، اللي بكن لهم كل احترام وبوجه لهم كل شكر وتقدير وعرفان وامتنان، يكون في تعيين في الكليه، لان يعني يبقى نظرا للتعب اللي انا تعبته، وفي نفس الوقت الحمد لله انا طلعت الاول، يعني انا طلعت الاول، فبرجو من ربنا ومنهم في الامر ثانيا يعني بعد ربنا ان يكون في استجابه اقدر اتعين في الكليه، ده حلمي بصراحه. بلال كلمينا عن بدايات بلال، ازاي قدرتي تتعاملي معاه من وهو لسه طفل؟ بلال في ولادة بلال بشكر طبعا ربنا، بشكر تشريف وبشكرك بتشريف حضرتك، بشكر الصحافة والإعلام اللي باهتمامهم ببدان ابني، فالحمد لله كل ده توفيق من ربنا طبعا الحمد لله. فولادة بلال ديت يعني كانت في أول ولادة دي كانت صعبة جدا، يعني صعبة علينا جدا، والحمد لله دي هدية من ربنا فلازم نحافظ عليها، والحمد لله حافظنا عليها ومشينا معاه في دراسته ومشاوير دراسته في طول مراحل التعليم من الحضانة للكلية. كانت مراحل صعبة جدا جدا علينا وعليه، كانت مشقة جدا، ما هو زي الطالب المبصر، لا ده غيرهم خالص في كل حال، لازم تساعديه، لازم الأم والأب والأخوات، والحمد لله احنا كنا معاه في مذاكرته وتعلمنا البرايل وذاكرنا معاه البرايل، كنا بنذاكر معاه وكل حاجة، ما هو لازم تساعديه، مش هيبقى لوحده، مش هتوصليه للي هو وصل فيه لوحده، لازم تبقي معاه في طريقه وفي مشواره، والحمد لله ربنا وفقه، والحمد لله طلع الاول قسم لغه عربيه كليه اداب، وبنتمنى من ربنا ان هو يتعين معايا، يعوضه خير على تعبه وتعبنا. رساله توجهيها، رساله اخيره توجهيها لكل اب وام عندهم ابن زي بلال.
اهتمي بيه، ما تخزيش من الناس، اخرجي بيه، اخرجي بيه في وسط الناس وفي وسط العيال، ونزلي الشارع واخرجي بيه هنا عند كل حد. وانت كل مشوار حل تزوري بيه، تزوري في اي مكان خديه معاكي، مش تقولي لا انا خزينه اصل العيال الناس بتبص له بصه. لا، في ناس عندها وعي وفي ناس ما عندهاش وعي، في جواب الناس ما تخزيشي، عشان دي هديه ربنا هيحاسبك عليها. شكرا.